ومساء مساء على الناس الكويسة. أسعد الله مساءكم، مساء السبت، ولو أنه السبت يذكركم بالدوامات، لكن شو تسوي، هذا حال الدنيا. قولها الله الله في الطريق، والله يحفظكم إن شاء الله. وعن السرعة إن شاء الله بإذن الله تعالى مأجورين مأجورين كل 5 أيام وبترجعوا البلاد. أي والله، الله يعطيكم الصحة والعافية، ممسين عليكم. تو جماعة وش صاير؟ يا الله شيبنا ماشي الظهر عاد. وش صاير في سالفة السكنات في خريف ظفار؟ الناس تشتكي من المبالغة في الأسعار، في ناس تقول أسعار عالية، في ناس تقول لا لازم يرتفع لأنه موسم. من يقولها هذه عشان موسم؟ هذا الكلام غير صحيح. على فكرة أول شيء سالفة الموسم هذه تلغى. أول شيء اللي يجلس يرفع للسعر ويتعمد إنه يشوف الناس زادت، هذا مش سيء بس للناس اللي مساكين طالعين وشالين مبلغ معين ويحصلوا لأجارات غالية، لا لا لا، هذا يسيء للسياحة في عمان. أنا من برا عمان، أول شيء ما بس أجي أتعرف على المكان، أدخل على اليوتيوب، أدخل على الانستغرام، أكتب خريف ظفار، أحصل شيء فيديو أو فيديوهين واحد يتكلم لي عن ارتفاع الأسعار. بسجلها نقطة هذه عندي، إنه والله عندهم في الخريف الأسعار عالية، هذه سيئلنا. وبعدين هل في تنظيم؟ يعني يقول لك إنه في مستثمرين أجانب أو غيره، أنا ما قاطع أرزاق الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، إنهم يأخذوا البناية ويستثمروها. جيت قوي يقول لك هذه والله يوميتها ب50 ريال إلا 3 غرف، والله غالية، إذا تريد ما تريد غيرك. لا ماشي اسمه غيرك أخوي، هذا فيه قانون البلد، ماشي اسمه غيرك ما غيرك، لازم مثل هذولا يتم مراقبتهم أمانة الجهات المختصة. اليوم الناس راح تستمتع الخريف، يجي واحد يتحكم بالسعر يوم بعد يوم على كيفه، هذا لا يقبل أمانة. فبخصوص السكنات في الخريف، لما انت تجي ترفع السعر وتخلاه مثلا ب40 ريال او ب50 ريال، انا ما عندي مشكلة، اعطاني ب40 في اليوم، اعطاني ب50، بس في عندي شرط، ال40 ريال وال50 ريال اللي راح ادفعهم حلق في يوم واحد، ويش المميزات؟ اعطاني المميزات، هل عامل لي الصباح بوفيه مثلا؟ هل عامل لي بوفيه؟ هل الغرفة أو البناية تطل على البحر؟ هل تطل على السهل؟ هل تطل على برك سباحة؟ على حديقة ورود؟ خبرني مع احترامي، في فنادق في غفار اللي هن الأربعة والخمسة نجوم يطل على بركة السباحة وغيره، أما أنت لما رفعت لي في بناية وقلت لي ب50 بناء على ويش، وأنا أطلع الصباح ما أجي أنام غير بالليل فيها، أعطاني شيء عشان أنا أرتاح أني دفعت. فما يصير جماعة الخير، ما تعال كده فوضى، الحياة مش فوضى، ما يصير. أنا أتمنى أمانة هذه سالفة السكنات هذه لازم يكون فيها تنظيم، ما بس أي شخص استثمر لي بناية وقام يرفع وسوالي جروب أو حاجة وارفعوا كليتنا نرفع، ما زين. في ناس الله يعلم كيف جايبين ذاك المبلغ عشان يروحوا إلى الخريف، الله يعلم. وبعدين إخواننا هناك اللي موجودين نشطاء الاجتماعيين، يا أخي تكلموا عن ذا الموضوع، تكلموا عن ذا الموضوع، تكلموا كثروا عن السكنات، خلوا وإن شاء الله الجهات المعنية بتوصل، وإن شاء الله بإذن الله توقفهم عند حدهم. في النهاية الكل يستفيد يا أخي، ما معقولة مبلغ معين كله أصرفه بس لسكن، الأكل، النقل، بترول، أشيائي، كم هذول بدفعوا لهم؟ وأنا وين الخريف في بلادي؟ تريدوني كأني مسافر إلى أوروبا يعني أدفع فلوس؟ ترى في النهاية في بلادي ذا. فأتمنى والله. بعد في حاجة يا أخواني اللي بتروح الخريف، شفتوا مقطع ومصور عن شقق معينة وبالأسعار وما واضع فيهن تاريخ معين، يعني مثلا يقول لك من 29/7 إلى مثلا نهاية 8 أو نص 8، ما تكلم بذا الكلام، خذوا هالمقطع وروحوا نفس ذيك البناية واسألوه عن الإيجار، إذا حصلتوه غير السعر اللي في الفيديو ويقولكم إنه والله ذاك بس مسوينه فترة، اشتكوا عليه على طول، لأنه ما حدد، ما قال العرض هذا لمدة 5 أيام من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، خله مفتوح هو، قال تعالوا عندنا سكنات بمبلغ كذا ومبلغ كذا، وروحوا اشتكوا عليه، وروحوا حماية المستهلك،
نصيحة لوجه الله، لأنه ما حدد دخلوا الطمع، لأنه في كنيس ناس كثيرين جوا على إعلانه فهو الطمع ورفع السعر، فأنتوا من الصوب الثاني إذا ما مسجل تاريخ على طول ارفعوا عليه اشتكوا عليه. نصيحة والله، ليش يعني تعملنا مثل الطعم؟ احنا ما سمك، تعقلنا سنار عشان ناخذ الطعم. فلازم تحدد الأسعار. أخواننا في التواصل الاجتماعي نفس الشيء، تحددوا، ما تخلوا الناس يتعنوا على إعلانكم وفي النهاية يطلع غير. فأتمنى أنه تكون واضحين، نكون واضحين. أنا رايح هناك عارف كم السعر، لا تقولي والله أنا عاملين اليومين ثلاث، ما ذكرت في الفيديو ولا قلت لنا تاريخ. إذا تعاملني مثل ما تكلمت في الفيديو ولا أنا بحاسبك أو حاسب المعلن. وصلت المعلومة؟